التغيير كلمة محورية وموضوع محوري في كتاب المقدس. الكتاب المقدس في كل أسفاره بيكلمنا عن موضوع مهم جدا هو التغيير. وبنشوفه مع شخصيات كتيرة قوي ومن رجال الله في كتاب المقدس. فبنشوف موسى الشخص اللي كان غضوب وبيضرب الصخرة يلاقيه شخص بيتحول ويتغير إلى شخص حليم جدا ومن أفضل الناس في التعامل مع الغضب على وجه الأرض. وكمان بنشوف واحد زي الرسول بولس اللي كان شاول الترسوسي الشخص اللي كان بينفث تهددا وقتلا نلاقيه في نفس الوقت يتغير إلى الرسول بولس الشخص اللي بيتكلم على أنه مستعد أنه يعطي أعز ما يملك أعز ما لديه هو شخص المسيح لأجل الآخرين ويكون هو محروم من المسيح لأجلهم. بنشوف يوحنا اللي هو من ابني الرعد، يوحنا اللي طلب نار من السماء علشان يعاقب الأشرار لقيت شخص اللي بيتغير إلى الشخص المحب وأكتر حد بيكلمنا عن المحبة. بنشوف بطرس الشخص اللي كان جبان ومندفع نلاقيه الشخص اللي يتغير إلى الشخص الشجاع اللي بيكرز بكلمة الله قدام ناس كتير قوي. موضوع التغيير موضوع مهم جدا في كتاب مقدس، بيكلمنا عن يعني إيه الإنسان يتغير إلى شخص آخر، بيكلم عن الخليقة الجديدة بعمل الروح القدس فينا اللي بيغيرنا. الحقيقة الكلمة بتاعة التغيير وموضوع التغيير هي كلمة موجودة في أكتر من موقع في الكتاب المقدس. في متى 17 عدد 2 بيتكلم في حادثة التجلي عن الرب يسوع لما تغيرت هيئته قدامهم. وبنشوف كمان في رومية 12 عدد 2 الرسول بولس بيتكلم يقول لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله صالحة المرضية الكاملة. كمان بنشوف في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيتكلم ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الحقيقة الكلمة اللي ذكرت في الثلاث مواضع دول بتكلم الكلمة اليونانية الأصلية بتاعتها اللي هي ميتامورفو. الكلمة دي كانت بتستخدم على التغير من شكل إلى آخر وبمعنى التغير من الداخلي والتغير الخارجي والتغير في الحالة أيضا. فبيكلمنا هنا عن خليقة جديدة مش مجرد حد بيتغير لحاجة وخلاص، لكن تغير إلى خليقة جديدة روح قدس يعمل فيها ويغيرها بفعل تغيير وتجديد الذهن إلى شخص مختلف يتحرك ويسلك سلوكيات مختلفة. الحقيقة الكلمة دي نفسها استخدمت في أكتر من حاجة في الوسط بتاعنا في التعبيرات المستخدمة اللي أخذ منها metamorphosis forces. الكلمة دي اللي بتعني التغير الجوهري اللي لما بيحصل للدودة داخل الشرنقة وتتحول إلى فراشة. التغير ده بيكلمنا عن تغير من شكل وحياة إلى طبيعة جديدة إلى موضوع آخر. الحقيقة الموضوع التغيير بالشكل ده بيتكلم عنه سي إس لويس، بيقول إن الموضوع لا يشبه فقط إن شخص إن حصان يتعلم أن يثب بشكل أفضل وأفضل على قد ما يتحول حصان إلى طائر مجنح، مش بس هيقفز لكن يتحول إلى حصان يطير. تغير في الطبيعة بشكل جوهري وكامل، مش مجرد أنا بتغير في أخلاقيات ويكون عندي أخلاقيات سليمة اللي ممكن التربية تعملها أو أي حاجة تعملها، وكمان مش مجرد تحول في يوم ويتوقف، لكن هو عمل مستمر من التغيير إلى هذه الصورة التي خلقنا عليها في المسيح يسوع بفعل عمل المسيح الكفاري على الصليب. التغير هو تغير في الطبيعة من حالة ومن حياة ونوعية وجود إلى وجود جديد. ده اللي احنا مدعوين ليه، ان احنا نتغير من نوعية وجود إلى وجود جديد، من طبيعة إلى طبيعة جديدة وخليقة جديدة في المسيح يسوع.